قادرين على مواجهة هذا المرض وهذه الكارثة. هذه المبادرة بتعني إنه نحن مع بعض جهد شعبي ورسمي نستطيع أن نواجه هذه الكارثة اللي عينا. زي ما قال أخونا هاشم، أنا يعني ظللت أتابع هذا الجهد من أول يوم، وحقيقة نحن في الجهاز التنفيذي اندهشنا لسرعة الاستجابة. يعني بالليل زي ما قال أخونا عمر، ثاني يوم كانت كل الحاجات بتترتب وبشكل سريع جدا. هذه الكارثة أتاحت الفرصة لنا كشعب لاستدعاء كل ما هو جميل فينا، الفزع والنفير والتضامن وشغلنا مع بعض. واصلوا في هذا العمل الكبير، وأنا أعدكم في أنه نحن في الجهاز التنفيذي ما عندنا أي يعني حواجز أو موانع في المسألة دي. خلونا نسعى لتكاتف وتعاضد الجهود، وأنا شايف التوصيات اللي انتم قدمتوها، تنفيذ الخطط المطلوبة، الاستفادة من إمكانات الدولة والقطاع الحكومي، والتأكيد والتشديد على أهمية تنسيق الجهود الحكومية والشعبية المختلفة، ده هو الدريب اللي حيمرقنا من الكارثة دي. في هذا المقام برضو أنا داير أشيد بالجيش الأبيض، بأبنائنا وبناتنا الشغالين في خدمة الدولة، لأن هم في خط الدفاع الأول. خلينا ما نشيد بيهم وبس، نساعدهم، نقيف معاهم ونسندهم، لأنه هم اللي مضحين بنفسهم. والليلة شفتوا يعني في خلال الثلاث يوم الأخيرة بقت عندنا أكثر من كم 50 حالة. ده طبعا بيأشر لأنه المرض بدأ في حالة مرحلة الانتشار المجتمعي، ودي مرحلة خطيرة جدا. لفترة من الزمن كان في شكوك إنه الكورونا دي حاجة موجودة في محلات تانية، هي موجودة في المناطق الباردة ما بتجي المناطق السخنة، وده كله يا جماعة ما بيفيد. كورونا ضربت كل العالم، وده وباء محتاج لتضافر كل الجهود. فالمرحلة اللي قدامنا دي نحن لازم نتعامل معها بكل الجدية والصرامة، ننفذ توجيهات وزارة الصحة إذا كانت في الإغلاق، التباعد، الموضوع بتاع ننتظم في مسألة الكيرفيو والناس تقعد في منازلها وكذا، لأنه ده السبيل الوحيد اللي خلينا نحن نهزم المسألة دي. المرض ده هو جديد، وكل شعوب العالم بتتعلم من التجارب بتاعتها، لكن شفنا التجارب بتاعت الشعوب اللي تسهلت مع المسألة دي في إيطاليا في أسبانيا، وشعوب عندها قدرات وإمكانات صحية أكثر مننا بما لا يقاس. فممكن تتخيلوا لو المسألة دي حصل لها انتشار مجتمعي كبير وبإمكاناتنا المحدودة دي، نحن ما زلنا عندنا الإمكانية في أننا نحارب هذا المرض أننا نفعل الإجراءات الوقائية حقه، نلتزم بها بصرامة شديدة. صح المسألة دي تامة في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، ندرة في كل السلع الاستراتيجية، لكن أنا متأكد بهذا المجهود الشعبي وبالتكامل بتاعه مع مجهود الرسمي نحن قادرين على هزيمته على العبور. مرة أخرى شكرا جزيلا، وأمشوا في هذا الدرب، ودي السكة اللي حتودينا نعبر بالبلد وبالسودان. شكرا جزيلا.